شعب ينتصر. وطاغية ينتظر. هنا في شارع حسين حجازي بوسط القاهرة يقع مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. أحمد سميح مدير المركز وناشط في قضايا حقوق الإنسان. احنا في مركز أندلس ودراسات التسامح ومناهضة العنف عندنا موقف مبدئي من عقوبة الإعدام، لأن عقوبة الإعدام بنتعامل معها على أساس أنها عقوبة غير إنسانية تنتهي غالبا إلى عدم تصحيح الجرم. الهدف عموما من فكرة العقاب في القانون هو ضمان عدم تكرار ده، وفكرة الردع عموما للمجتمع أنه لو شخص أخطأ خطأ ما سيتم عقابه بالعقاب التالي، وبيبقى العقاب موضوع على حسب الخطيئة، ولأنه البشر بطبيعتهم خطائين فطبيعي أنه يحصل خطأ. فبما أننا لا عارفين نعمل ردع للخطأ، وبما أننا مش عارفين نوقف البشر عن الخطأ، فمش منطقي أبدا أن احنا نقتل البشر ويبقى القتل ده عن طريق الدولة، ويبقى المجتمع بيخول أو بيدي الحق للدولة في قتل أبنائها وأبناء المجتمع المخطئين لمجرد نحن فاكرين أنه ده ممكن يبقى رادع. سميح دشن حملة الحياة حق لا للإعدام، لأن الإعدام عقوبة غير إنسانية ولا تفيد المجتمع، بل تكون بمثابة انتقام بالقتل. بل ويرى الشاب ذو 30 ربيعا أن الإعدام لا يدفع باتجاه إنهاء مسببات الحكم مثل جرائم القتل والمخدرات على حد تعبيره. موقفنا من الإعدام مفهوش خيارين، إحنا ضد إعدام أي شخص أيا كان، حتى لو كان رئيس مبارك نفسه. دي ملهاش علاقة بالسياسة، دي ليها علاقة بموقف أخلاقي إحنا بناخده، لأننا شايفين إن الإعدام في الحقيقة عقوبة لا تحل شيء ولا تأتي بجديد. واحدة من الحاجات الأساسية اللي إحنا متأكدين منها إنه في فرق كبير ما بين تنفيذ عقوبة وانتقام. الناشط الحقوقي يرى أنه لا توجد أي منظومة أخلاقية توافق على الإعدام أو ما يسميه الانتقام بالقتل.